في بغداد ونواحيها كل شيء يئن ويتململ في ظل الحال الذي وصلت إليه مع نقص الخدمات. لا ماء، لا كهرباء، لا طرق، والقائمة تطول من خدمات يفترض أنها من الأساسيات والحقوق، لكنها تحولت إلى حلم صعب المنال. خرج سكان ناحية النهروان التابعة لقضاء المدائن للتظاهر والمطالبة به. طالب بحق مشروع هو الماء، حياة، سر الحياة، محافظ المحافظة، والمجاري اللي أكثر من محافظة وأكثر من محافظ وقع عقدته، ومن ضمنهم السيد الشاع السوداني المحترم وقع عقدته. لا نعرف الشركة ولا نعرف الآلات. يومية احنا مظاهرات هنا، يومية نجيك الشماك، فاحنا نريد اليوم اريد ماي، اريد مجاري، اريد مثل العالم. يعني هسه اكو مناطق سواها واحنا بعدنا ضلينا، ماكو هيك، ما يصير هذا الحكي. هذه المعاناة اليومية تنتقل من حكومة إلى أخرى منذ عام 2003 وحتى اليوم، حيث لا تغيير بالواقع مع الفساد الذي تجذر في كل مؤسسات الدولة والشركات المتعاونة معها التابعة للأحزاب. انت دخلت المستشفى الكاظمية وقلت الله لا يوفقني، زين انت لا طب مو المستشفى النهروان، لا طب المناطق، مناطق شو تقول؟ اجوت تستقيل الله وكيلك تستقيل. تعال شوف منطقة النهروان، منطقة الأحياء، تعبنا ملينا من المي، من المجاري، الخدمات ماكو. تعال شوف بيها اكو احزاب، اكو كثر، يعني قاعد تاخذ فلوس هاي من الفلوس بعيد عن القانون، من 2000 من 2003 من 2003 خدمات ماكو. التقى بحراك النهروان المتظاهرين، قاعد نظاهر سنتين على مود ابسط الخدمات هي الماي، على مود ابسط الخدمات هي المستشفى، على مود المجاري. احنا نطالب وهي مشاريع هاي من 2012 الى هذا اليوم. ويبقى الانتظار هو المسلسل الذي مل العراقيون من مشاهدته وعيش تفاصيله في ظل أحزاب أتقنت لعبة الهروب للأمام بتغيير الوجوه تارة وبالحديث عن الانتخابات تارة أخرى، بينما أيقن الشباب أن لا حل إلا بإسقاط عصا العملية السياسية والتي نخرها الفساد والطائفية.